أهين. حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن يعلن طي صفحة خلافاته الداخلية بعد حوالي عامين من الصراع. والسالم يقول إن التعليم العالي في موريتانيا يشكو بعض الاختلالات على المستويين العام والخاص. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال بيان صادر عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي إن مكتبه التنفيذي قرر خلال دورته العادية المنعقدة بنواكشوط المشاركة في الحوار السياسي المرتقب. وأضاف البيان أن الهدف من مشاركة الحزب في الحوار هو تجاوز الوضع الراهن نحو ما سماه واقعا يتيح للجميع ممارسة ديمقراطية شفافة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين ولي الشيخ إن الرئيس محمد ولي عبد العزيز لم يعبر عن سعيه إلى تغيير الدستور من أجل الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة. وأضاف ولي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن 90% من الموريتانيين متعلقون بالرئيس محمد ولي عبد العزيز بسبب الإنجازات التي قال إنه حقق في مختلف المجالات. أهل موريتاني، غالبية أهل موريتاني 90% من أهل موريتاني متعلقين برئيس الجمهورية وطايرين فيه ولا هم قابلين يتصلوا معه. وهذا رئيس الجمهورية الرئاسة ما معدل له بها الغاية، هو المعدل له الموريتاني الغاية بأنه يترأس الجمهورية. ولذلك من إنقاذ حركة التغيير سنة 2005 ما ترأس موريتاني ولا عاد يدور رئاستها. والحملة تعرف أنه 2007 و 2007 أنه عدلها الرئيس السابق سيد ولي الشيخ عبد الله هو اللي كان داعمه، ما ترشح هو وكان يقد يعدلها الرأس ويترشح وينجح كيف خلقت 2009. الموريتانيين غالبية الموريتاني اللي بعد يبغون موريتاني متعلقين برئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز، متعلقين عليه لأنهم يعرفوا الحال اللي الحق فيها موريتاني. وفي سياق آخر قال ولد الشيخ إن الجيش الموريتاني شهد تطورا كبيرا على مستوى التجهيزات البرية والبحرية والجوية. وأضحى في طليعة جيوش المنطقة مضيفا أن 50 مليون دولار اليوم لم تعد تكفي لتوفير المحروقات للجيش مدة 5 أيام. جيش موريتاني الآن المعدات والتجهيزات اللي خلقت له برا وبحرا وجوا تعرفونها أصبحت مذهلة في الفترة الوجيزة، حيث عاد الآن من في طليعة الجيوش في المنطقة. وما زالوا الخلطة في المعارضة يتحدثوا عن 50 مليون ذيك الساعة، 50 مليون دولار ذيك الساعة، والجيش نفقت فيه في هذه الفترة مئات ملايين الدولار. الآن الجيش الموريتاني بمعداته 50 مليون دولار ما تكفي كربراه مدة 5 أيام. مدة 5 أيام كربراه الجيش الموريتاني الآن، معدات الجيش الموريتاني الآن لا مجرد محروقاته 50 مليون دولار ما تكفيها مدة 5 أيام. وهم قالوا عن خارج واحد كان أعمى وقد رشع له بصره ساعة من النهار وشاف فار ورشع أعمى، وواحد يقول علينا عن الفار قرك لا من يشوف حد يتحدث منهم يقول وين هي 50 مليون 2008 اللي قلنا لكم منها الآن. دي 50 مليون الآن ما تكفي كربراه لجيش الموريتاني بمعداته برا وجوا بحرا. قالت رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لالا متشريف إن الحزب طوى صفحة من تاريخه وصفتها بالمظلمة. وأضافت متشريف خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن حزب الحراك تجاوز كل خلافاته عبر الحوار، كما تجاوز ما سمتها المشاكل الشخصية. لا نطوي صفحة مظلمة، صفحة مخجلة من نضالنا السياسي غير طبيعي به للشباب. احنا سبب اجبارنا هون هو الاختلاف في الاراء والاختلاف في وجهات النظر. من الطبيعي ملينا تختلف وجهات نظرنا من جديد، خاصه لاننا ما لنا طابين على ان نقود، واحنا طابين لا على كنا نقاد. من الطبيعي ان نختلف في فتره معينه، يا غير ملي اذا هو اعطينا رساله
رسالة مهمة للمشهد السياسي، لأن الشباب استطاع هو زاد أن يحل مشاكل يجلس على طاولة واحدة للحوار، استطاع يحل مشاكل اللي اعتبر لأن تخطى المشاكل الشخصية، اعتبر أن انطلق من مشاكل عامة للبلد، مشاكل عامة للحزب. إذا احنا في الحقيقة هذا مأكدين أن فضله يرجع الله تبارك وتعالى، ويرجع لخطاب رئيس الجمهورية. فنعمل نعتبر أنه كان البلسم الشافي للمشاكل كامل كنا نعانوا منها، وكان في الحقيقة قوة جديدة أعطاها أن نتخطى بها مشاكلنا، وإن شاء الله تعالى الحراك يرجع ولا هي يدخل يرجع المشهد بقوة كما كان حاضر فيها دائما. الأمين العام لحزب الحراك خالد والقيس، والذي كان يقود الجناح المناوئة لرئيسة الحزب لالا منتشريف، قال إن الحزب بدأ صفحة جديدة من تاريخه السياسي، وتجاوز خلافاته الداخلية بعد أسابيع من الحوار والتشاور. وأضاف والقيس أن الحزب مقبل على حوار سياسي شامل، وذلك يفرض ضرورة أن لا يكون يعاني من خلافات ومشاكل داخلية. حزب الحراك اليوم أطوى صفحة وفتح صفحة جديدة. حزب الحراك هذا اللي تعرفوا اللي كان موجود على الساحة السياسية وكان رقم صعب، وكان معروف دوره اللي كان يقوم به، وكان هو العميد أحزاب الشباب. هذا الحزب يوازع عقب قبل طريقة ما هي يوازع الحمايل، بعد كنا نختار غير لا إله إلا الله. المهم أنه الحمد لله قعدنا مع أخوتنا وناقشنا معهم على مدار ثلاث أسابيع، وتوصلنا لحل جميع نقاط الحراك، ونختار نشكرهم على نيتهم اللي كانت صادقة والإرادة الجادة عندهم أنهم يتقلبوا على مشاكلهم، والحمد لله تقلبوا على المشاكل، وثبت الشباب عنه شباب قادر أنه يمارس السياسة، وعنه يتجاوز الأزمات، وعنه يتجاوز المشاكل الداخلية، لأن قادم نمر على حوار وطني شامل لا يحل جميع القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية، ولا يقدر يعود حزب الحراك يزيل هاي المرحلة ومازال عنده مشاكل داخلية. الحمد لله بعد تغلب عليهم عن طريق الحوار. قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أمال بنت مولود إنها اقترحت على مجلس الوزراء إنشاء لجنة مختصة في تصنيف وترتيب الشركات ومكاتب الإشراف والرقابة من القطاعين العام والخاص. وأضافت بنت مولود خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن هدف اللجنة الأساسي هو تصنيف وترتيب الشركات العاملة في مجال البناء وكذا مكاتب الإشراف والرقابة. مجموعة ترتيبات اللي اقترحنا اليوم على مجلس الوزراء يتعلق في النقطة الأولى، بوضع لجنة متخصصة بتصنيف وترتيب الشركات مكاتب الإشراف ومكاتب الرقابة، معناتها العاملين الفاعلين كاملين في قطاع البناء. هاي اللجنة اقترحنا أنها تعود فيها جانب عمومي وجانب خصوصي. الجانب العمومي ممثل بالقطاعات الوصية واللي عندها علاقة بقطاع البناء، اللي هي قطاع الإسكان والعمران والإصلاح الترابي، قطاع التجارة، قطاع المالية، قطاع المؤسسات اللي متكلفة بالصفقات العمومية، والقطاع الخصوصي المتمثل بالمؤسسات اللي تشارك في قطاع البناء. هذه اللجنة هدفها الأساسي على أنها بعد قاع تصنف وترتب هذه الشركات وهذه مكاتب الإشراف وهذه مكاتب الرقابة اللي عاملة في القطاع على أنها تصنفها. قال المحامي وعضو هيئة الدفاع في قضية الشاب زين العابدين ولد الخليفة سيدي المختار والسيدي إن التحقيق الذي فتح في وفاة ولد الخليفة لم يكن نزيها. وطالب والسيدي خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط الحكومة الموريتانية والبرلمان والقضاة بإعادة التحقيق في القضية، مضيفا أن ذلك لا يحتاج إلا قرارا من النيابة العامة. هذا وتعتبر النيابة العامة التي تحتفظ بالملف الحادثة عملية انتحار للشاب، وهو ما تنفيه هيئة دفاع المتوفى. نحن نعرف النيابة الموريتانية عادة هي نيابة الحبس التحكم، الشخص يقضي أكثر 10 سنوات بعد نهاية محكوميته لما يطلق سراحه، لكن أي تسرع على هذا النحو في قضية قتل على هذا النحو، هذا في الحقيقة ما لم نشاهده، وبالتالي الشبهات كلها
تثبت أن تحقيقها لم يكن معمقا ولم يكن نزيها ولم يكن شريفا. وعلى هذا الأساس نحن نطلب باختصار من الدولة، طبعا الحكومة وليست الحكومة وحدها، من البرلمان ومن القضاة النزهاء الغيورين على القضاء وعلى سمعته ومن نقابة الأطباء إعادة التحقيق في القضية، وطبعا إعادة التحقيق عكس ما يقدمه البعض استشارة لذوي المتهم. إعادة التحقيق لا تحتاج إلا إلى قرار من النيابة العامة ولا تحتاج إلى طلب، وطبعا في القضايا مثل هذا النوع لا أهمية للطرف المدني. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم إن التعليم العالي في موريتانيا يشكو بعض الاختلالات على المستويين العام والخاص. وانتقد والسالم خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط غياب المعايير اللازمة في بعض طواقم التدريس لدى بعض مؤسسات التعليم العالي وكذا آليات اختيار الطلاب. هذه الإشكالية تطرحها، يعني هم هذه الإشكالية تطرحها ولا تعود من التعليم العالي فوضى لكن يقسم الشهادات. وهذه الإشكالية مطروحة أن ما هو في المؤسسات العمومية، المؤسسات الخصوصية لا ينتشون أكشوط. نشيلوا احنا الرقابة، عندنا إدارة ترقية التعليم العالي اللي هنا يقولون احنا عطيتنا وزارة، عندنا رخصة من وزارة التكوين المهني. يعني هذه خلبطة وتو ما في شيء، يعني قد النظم تعود مضبوطة وتو. نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى حول الحق في التعليم منظم بالتعاون بين ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم والفريق البرلماني لمناصرة التعليم. واستعرض المشاركون في الملتقى بعض التحديات التي تواجه التعليم في موريتانيا داعين إلى تجاوزها وضمان الحق في التعليم للجميع. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. الاستثمار في المستقبل، الحق في التعليم حالا، عنوان ورشة منظمة من طرف ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم بالتعاون مع الفريق البرلماني للجودة الشاملة لترقية التربية والتعليم، وبحضور ممثلين من وزارة التهذيب الوطني وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. اليوم التحسيسي ناقش أهمية زيادة الإنفاق على التعليم لضمان المستقبل، كما عرج على ضرورة النهوض بالتعليم بصفته أهم القطاعات الحيوية في الدول. يدخل تنظيم هذا اليوم التحسيسي ضمن نشاطات أسبوع العمل العالمي من أجل التعليم 2016 الذي يمثل حملة سنوية تنظمها الحملة العالمية من أجل التعليم في جميع أنحاء العالم بغية رفع مستوى الوعي بأهمية توفير التعليم للجميع. ويشارك ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم في هذه الحملة عن طريق تعبئة أعضائه وشركائه، وينظم أنشطة في شتى ولايات الوطن من أجل تبادل السياسات والممارسات الجيدة مع منتسبي الائتلاف من خلال منسقياته المحلية. التلاميذ الحاضرون رفعوا شعارات مطالبة بتحقيق بعض المطالب الملحة من قبيل بناء المزيد من المدارس وتشجير الساحات المدرسية، كما تحدثت ممثلة وزارة التهذيب الوطني عن بعض المشاكل التي تواجه الوزارة. التعليم عنده مشاكل كثيرة، يقارب قيامنا كاملين له هذه المشاكل الدور لا تنحل. وزارة التهذيب الوطني قائمة برنامج محكم فات مشات في كثير منه ومن بينه تلفزيون ها سكولير تلفزيون وطنية بدأنا فيها نبثوا فيها برنامج للنهائيات سنة باكالوريا وسنة تعليم الإعدادي. ممثلة الفريق البرلماني للجودة الشاملة تحدثت عن أهمية التعليم والمشاكل التي يعاني منها في البلد منذ عقود. كلنا يعرف أن التعليم في موريتانيا وصل مرحلة من تدني الإنتاج أنا لأهله أن يذوقون قوس الخطر. الاستراتيجية الدولية 2015-2030 هي شعور من المجتمع الدولي بوجود مشكلة في التعليم. كانت هناك استراتيجية وصلت إلى نهايتها 2015. وقد دعا الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إلى جعل السنة الماضية سنة للتعليم سبيلا للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني مشاكل جمة لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تجاوزها حسب المتابعين.
نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يقرر المشاركة في الحوار السياسي المرتقب ويقول إن الهدف هو تجاوز الوضع الراهن. حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن يعلن طي صفحة خلافاته الداخلية بعد حوالي عامين من الصراع. والسالم يقول إن التعليم العالي في موريتانيا يشكو بعض الاختلالات على المستويين العام والخاص. يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 11 تتابعون نشرة إخبارية مفصلة بحول الله، وفي 11:30 يتجدد موعدكم مع حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع طي حزب الحراك الشبابي لصفحة خلافاته بعد عامين من السباق نحو المحاكم. إلى اللقاء.